السلام عليكم. كل يوم موضوع بسيط عن الـ well logging. موضوع بسيط، مثلا إذا عندي بروبرتي معين، خاصية معينة، وطلبوا مني شلون أنا أعرف الليثولوجي، شيل فوليوم، بوروسيتي، بيرمابوليتي، فلويد ساتوريشن. إذا قالوا لي أريد من عندك هذين الخصائص وحددوني بلوجات معينة، هاي اللوجات اللي حددوني فيها، طبعا اللوجات كثيرة جدا بس حددوني، قالوا لي عندك اس بي جاما اي بي اي دينسيتي نيوترون سونيك ريستيفيتي ان ام ار فورميشن تيست، وسيلوني او قالوا لي احسب اللوثولوجي، فلازم انا اعرف هاي البروبرتي من اي لوج ممكن اطلعها، فروم ويتش لوج، كل وحدة لازم اعرف منين اطلعها. نجي مثلا على اللوثولوجي، هاي اللوثولوجي منين نطلعها؟ نقدر نطلعها من الاس بي جاما راي فوتو الكتريك دينسيتي نيوترون. ليش الدينسيتي نيوترون؟ نقدر نسوي كروس بلوت ونقدر نطلع له على الليثولوجي، هل هي لايم ستون، دولومايت، ساند ستون، انهايدرات الى اخره. نجي للشيل فوليوم، تقدر تطلعها من الاس بي والجاما راي، طبعا اكو طرق كثيره بس انت لان انا محدد بهذه الامور تقدر تطلعها، وانا افضل نطلعها من الجاما راي لان الاس بي بدا ينقرض. البوروسيتي تقدر تطلعها من الدينسيتي والنيوترون والسونيك والان ام ار. البيرموبيليتي ما افضل نحسبها من الكونفرشنال لوج، افضل نحسبها من ال ام ار الفورميشن تيستر، لان انا عندي فقط لوجز. الفلويد ساتوريشن اس دبليو، اللوجات اللي هي لها علاقه بالساتوريشن، دينسيتي نيوترون سونيك ريستيفيتي ان ام ار. ليش؟ لان حسب معادله ارتشي الاس دبليو بها عاملين مهمين، الارتي اللي هي الريستيفيتي وبعد والسونيك. السونيك عفوا البوروسيتي، البوروسيتي منين اجيبها؟ من بوروسيتي لوج اللي هي دينسيتي نيوترون سونيك والان ام ار. هذين الاربعه لهم علاقه بالبوروسيتي، اما الار تي لها علاقه بالريزستيفيتي، فحسب ار تي اقدر احسب من عندها. واخيرا داون هول بريشر، ممكن احسبها الفورميشن تيستر اللي هي الام دي تي، اقدر احسب الداون هول بريشر، ومن خلال داون هول بريشر عادي نقدر نحسب البيرموبيلتي. وشكرا.